المشروع اللي كانت واجدوا به الآن يهدف إلى تقوية شبكة الكهرباء ذات الجو المنخفض بمنطقة الوزيز التابع لمقاطعة المعريف. هذا المشروع هذا يتم إنجازه من طرف ليدك لإزالة الأسلاك المتقادمة والأعمدة هذا المشروع هذا اللي كنقوموا به الآن يتم وضع شبكة جديدة للطول ديالها حوالي 1600 متر لليار التي يتم تمرها تحت الأرض، وكذلك نقوم بتجديد حوالي 50 إيصالا للزبناء. الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ حوالي 800,000 درهم، اللي من المنتظر تنتهي الأشغال ديالها في نهاية السنة الجارية. للتذكير فقط، ففي السنة هذه السنة ديال 2023 تقوم ليدك بإنجاز عدة مشاريع اللي كتبلغ حوالي 166 مشروع للهدف ديالها تجديد وتقوية الشبكات. وللتذكير فقط، فكتقوم ليدك بإنجاز عدة مشاريع القرب اللي كتبلغ حوالي 166 مشروع ديال القرب اللي الهدف ديالها تجديد وتقوية الشبكات، اللي كتبلغ الكلفة ديالها حوالي 135 مليون ديال الدرهم، مع العلم أن الكلفة الإجمالية المخصصة للكهرباء ذات الضغط المنخفض كتبلغ حوالي 46 مليون ديال الدرهم. إذا هذه المشاريع ديال القرب اللي تكلمت عليهم الآن كتهم السنة الجارية ديال 2023.